السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت ولا أنت اللي دخلت هذا الفيديو، يعني راه غاد باغي إما باغي دير الشراك ديال ADSL إنوي إكسترا، أو راك ديجا عندك الشراك ديال ADSL إكسترا وباغي تشوف التجربة ديالي. إذا المختصر المفيد، ADSL إكسترا إنوي فيها بزاف ديال المشاكل، يعني حاولوا تبعدوا منها. ولكن شنو هو المشكل وشنو هو الدليل أنك كاين مشكل؟ المشكل اللي عندهم مسيدي هو اشكال ديال لا ستابيليتي دو لا دي اس ال، دونك لا سانكرونيزاسيون ني با دو تو ستابل. دونك كيما كتشوفوا معايا هاد لوك نيوترون هذا كي كيعطيك ليتا دو لا دي اس ال، دونك هنا لا دي اس ال ما راهش ستابل. شنو المعاناة اللي كتعانيو؟ دونك المعاناة اللي غتبقى تعانيو هو ان لا دي اس ال ما يكونش ستابل، سيتادير غتبقى تخدم مثلا في مثلا ناخدو هاد لوكا اللي راني دابا فيه. دابا مثلا هنا هاد الحالة هادي لا دي اس ال راها فيكس، دونك دابا في هاد لوكا راها ستابل، الانترنت كاينة، لا فوا اي بي نون ستابل. دونك باش تكون لا فوا اي بي، معرفتش واش في الفيديو تكون باينة لا فوا اي بي، فوالا كباينة. دونك هنا لا فوا اي بي كتكلينيوتي، دونك باقا ما راها ستابل. دونك في الوقيته اللي غادي ترجع ستابل غادي ما يبقاش تكلينيوتي، يعني ما تبقاش تمشي وتجي. فوالا، دونك هنايا هاد لا دي اس ال اكسترا انوي تقريبا خدم لي مزيان في واحد مدة شهرين، يعني خدمنا مزيان ما كاينش مشكل، الكونيكسيون كتلعب حتى 18 14 15 مزيان. لكن الاشكال غيبان من بعد تقريبا شهرين ديال الاستعمال، ولات كتقطع، يعني ولا ما بقاتش لا دي اس اس طاب، يعني وليت كنخدم بالكونيكسيون واحد دقيقة جوج كطفى، كتخدم دقيقة جوج كطفى. وغالبا نتوما اللي باغيين ديروا ا دي اس اكس تخاين غتلقاو راسكم بحالي، عندكم هاد الغوتو هذا ديال الهواوي، وعندكم حتى البوكس دو ديباناج. دونك هذا حتى هو غتلقاو راسكم عندكم هاد البوكس هذا تو سامبلومون حيت لا كونيكسيون اللي عند انوي مراه ستابل، دوكو غتلقاو راسكم في نفس الحالة ديالي انا. فوالا، دونك كيما قلت لكم سي تاي فيتي، دونك بعدو من لا دي اس ال انوي، لان ما كاينش لا ستابيليتي، و لا ستابيليتي في الكونيكسيون ضروري، لانك ما يمكن لا تخدم بها لا في ما يمكن تخدم بها في حاجة، يعني تقريبا تلعب غيتقطع، يعني تكون لاعب ما يمكنش تلعب بها، دير ستريمين ما يمكنش دير ستريمين. فوالا، الستريمين هو الاي بي تي في، ما يمكن دير بها حتى حاجه تخدم بها، ما يمكنش لان تكون خدام حتى تقطع الكونيكسيون. يعني تقريبا تبقى المشاكل، يعني ديما مشاكل مع هاد لا كونيكسيون، و سورتو ما عرفتش واش كلشي غيكون عنده، ولكن في الغالب غتلقاو فوالا هاد الفويون ا دي اس ال كيشعل مره كيطفى، كيشعل ويطفى، كيشعل ويطفى، وغتبقاو تعانيو. كنتمنى ان انوي تشوف شي حل لهاد المشكل هذا، لان بالفعل هاد المشكل يطول بزاف، يعني تقريبا حنا شهرين، ماشي حنا درنا انسكريبسيون على اساس اونكاجمون على 12 مو 12 شهر ديال الاشتراك، باش نشتركو نكونو بخير مزيان، ما نكونش المشاكل اشاك فوا الو تكنيسيان الو جي شوف المشكل الو راه باقي، يعني ما فهمتش انا هاد المشكل هذا عند انوي. على بالنا صراحه يعني الكونيكسيون مزيانه، ولكن لا ستابيليتي، حنا كنقلبو على ما بقاش اشاك فوا نقل نرو ديماري الغوتور انيسياليزي. كاين شي حلول ترقي، ولكن ما المهم هذيك الحلول كامله ما جاتش، حيت مثلا لا فوا اي بي، مثلا انا في العرض كاين لا فوا اي بي، كاين التليفون، علاش علاش تحرم مثلا من التليفون؟ شنو واحد اخر كاين؟ فوالا، دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. اذا كان هذا فيديو تحذيري من انوي. فوالا، حنا كنهضروا من ايطاليا مشات. دونك كان فيديو تحذير من هاد لا كونيكسيون، لان بالفعل راه ما صالح والو. الا كنتي تفكر دير ا دي اس ال انوي، راه ممكن يخدم عندك مزيان، ولكن ممكن انك تلقى راسك بحالي، يعني نفس المشكل. لا دي اس ال نون ستوب، دونك اشاك فوا تبقى خدام بحال دابا. انا تقريبا راه بقات ما تكون بقات تقريبا شي 5 دقائق ولا تمشات عاوتاني. دونك كتولي كترضي، كتولي لا دي اس ال كتمشي، يعني كتجي مي كتجي كتكونيكتا واحد 2 دقائق عاوتاني كتمشي، و
وكتبقى هكا النهار كامل. فوالا هادشي اللي كاين في ادي سي لينوي، ردوا بالكم. بالنسبه للناس اللي باغيه دير ادي سي لينوي ما كنصحش بها، وبغيتي تاخد المغامره. يعني انا كنت مثلا في الحاله ديالي كنت مضطر، لان ما كاينش لا فيبر لا، وما بغيش ندير اتصالات المغرب وفوالا. دونك بحال اللي نقولوا كان السبيل الوحيد وهو انوي. دابا صراحه راني بديت البروسيدور مع اورانج باش نشوفوا واش ممكن نربطوا لا فيبر معانا. دونك غادي الا نجحت ثاني ندخل لا فيبر ديال اورانج، غادي نشارك بطبيعه الحال معكم كيفاش تاخذت لا فيبر وشحال المتخذات. هذا هو الحل الوحيد. اما انوي غتسالى هاد المده ديال الاشتراك ونشوفوا شي حل معاهم. ما عرفتش صراحة شنو خصني ندير، يعني باقي لي دابا عندي 4 شهور ديال الاشتراك معاهم، بقات 8 شهور. دونك ما عرفتش شنو غندير في 8 شهور اللي بقات. ما انا نشوف الجديد ديما غيكون عندكم، يعني فين ما كاين شي جديد راه غادي نشاركو معاكم. فوالا. دونك كيما قلت لكم هاد لا ديس راه مصالح لوالو، مصالح لا خدمة لا قراية لا والو. يعني ما فوالا انت ممكن تشوف راه ما بغاش غير تستابيليزا. يعني تقريبا حنا كنهضروا راه صافي شي 4 ساعة دابا باش كنصور، و ما راه صبر. كنتمنى انا شي تكنيسيان ديال انوي يشوف هاد المشكل هذا، او ديال الاتصالات بيسكو لافاستركتور ديال الاتصالات، يشوفوا شنو المشكل ويحاولوا انهم يقدموا يعني جودة احسن. لان بالفعل لا قلبتوا في الانترنت غتلقاو بان الجميع، يعني مجموعة من الناس كيتشكى من هاد الانترنت ديال انوي. وتعاليق صراحه ما كاينش شي تعليق لي ايجابي، الاغلبيه ديال التعاليق راها سلبيه. كنشكركم، واذا عندكم شي سؤال بطبيعه الحال ولا تساؤل مرحبا بكم في التعليقات اسفل الفيديو. يلا، السلام عليكم.